لسنة 33 بيقول لهم للفريسيين ولكل مجلس السنهدرم اللي معه: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا الشعب كله قد سار وراءه. نحن بدنا نقول اليوم لا بيلاطس ولا قايفة ولا حتى يهوذا ولا حتى مجلس السنهدرم كله سوى 70 ولا حتى كل اللي صرخوا اصلبوا ربحوا المعركة. المعركة ربحوها ناس مثلكن، المعركة بنربحها من اليوم ولآخر يوم إذا منضلنا ماشيين ورا. لبنان ما بينكسر، أرض الله المقدسة ما بتنكسر. كلكن بتعرفوا إخوتي إنه لبنان محمية إلهية، وإنه هالشرق ما انكتب لولا شعب إلا للشعب اللي بده يرفض، اللي بده يصرخ باسم يسوع المسيح. طالما بعد في شخص واحد ماشي ورا يسوع، الشرق إلنا، العالم إلنا، الكنيس كنيسنا، أجراسنا رح تضل تدق، روسنا رح تضل مرفوعة، شعب المسيح ما بينتهي. بدي أشكر كل اللي مشوا ورا يسوع اليوم، كل الأشخاص اللي هديوا قلوبهم. الله يكون معكم ويرافقكم بدروب حياتكم. بدي أذكر بهلأ الأبانة والسلام كل اللي طلعوا من هالكنيسة مزوجين أو معمدين أو حتى على الأكف إلى ديار الآب. بدي أشكر كل الأشخاص اللي آمنوا بهالرعية أنه قادرة تعطي قديسين، تعطي كهنة، تعطي كهنة على حسب قلب الله. بشكركن على إيمانكن بيسوع المسيح، عقلوبكن الطيبة، وبشكركن لأنكن رح تبقوا ورا. أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا عيسى مريم والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا، آمين. أعطنا ربي ألا نيأس من الحياة، لأنك أنت القيامة والحياة، ومنحنا الحب الذي لا يغلب، الذي يغلب الموت. أيها الآب الأزلي الذي قدس راية الصليب المحيي بدم ابنه الثمين، نسأل مراحمك أن تمنح الذين يكرمون هذا الصليب المقدس مغفرة خطاياهم ودخول المجد الأبدي باستحقاقات مخلصنا يسوع المسيح، آمين. شكر كبير كتير لجيريس تاكسي اللي دايما عم يرفقنا.